إن المرتقب أن ينزل مشروع قانون المالية لسنة 2020 منتصف شهر أكتوبر المقبل أو الجاري لمناقشته من قبل نواب البرلمان، وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون إعادة النظر في القاعدة الاستثمارية 49-51 وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات، كما سيشمل القانون الإبقاء على قيمة التحويلات الاجتماعية. وسمعنا بأنه فيه تخفيض في نفقة التسيير ونفقات التجهيز، وهذا يكون له أثر على الجوانب الاجتماعية وعلى أيضا النمو الاقتصادي. أيضا سمعنا بأنه بقى نفس الحجم يعني في التحويلات الاجتماعية، وهذا أيضا يدل بأنه فيه يعني عوز كبير في المجتمع، والدولة تعمل على تغطية هذه يعني الضعف، تغطية الجانب الاجتماعي. فيه أيضا يعني تدابير تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، لكن نحن نجد بأن قانون المالية هذا قانون يعني غير مندرج في سياق استراتيجي وفي نظرة بعيدة المدى، أو مبني على برنامج اقتصادي معلوم، وإنما هو امتداد للقوانين السابقة، وجاء يعني فيه نظرة جزئية ترقيعية لبعض القضايا التي كانت محل يعني خلاف ونقاش في القوانين السابقة.